طيب نبتدي بسم الله. عايزه اقول لكم على بتاع، خليني اقفل لكم الكلام هذا. كده الصوت هيبقى احسن، وعشان اما ازعق تسمعوا. عايزه اقول لكم على قصه كده حصلت، بما اننا ما شاء الله بقى كل يوم في البث واحنا رايحين القناه العظيمه، فنقول لكم باذن الله قصه كده كل مره. امبارح اتكلمنا عن الصوامه القوامه، النهاردة هنتكلم عن احد الشباب حكى لي، قال لي عن شيخي، يعني بيحكي عن الشيخ بتاعه. لما تعهدوا في الصلاة لقاه يكرر ما لا يقل عن ساعة ونص: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول قعد لا يقل من المغرب للعشاء يقول: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الله، على اسم الله البر. اسم الله البر يا جماعة أعلى أنواع الإحسان، أعلى أنواع الطاعات والعطاء، البر والرحيم، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. الله سبحانه وتعالى من رحمته يوم القيامة، رحمة ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، انه يزدل على العصاة ستره. فلما يزدل الستر على العاصي، العبد اللي عصى في الدنيا، يذكره بذنوب: يا عبد فعلت كذا وفعلت كذا. قل له: ايه يا رب، ايه يا رب، تسترها عليا في الدنيا؟ قال: نعم، سترتها عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا ان الحصان بيرفع الحافر بتاعه كده مخافة ان يصيب وليده، ديت الرحمة بس في الدنيا. والتسعة وتسعين يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قعدت أقول سبحان الله، أما نقعد ندعي يا رب يا بر يا رحيم، أو إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إيه اللي هيحصل؟ ربنا يقينا إيه؟ عذاب السموم يوم القيامة، المخاوف، المهالك، إيه، نبقى في أمن، نبقى في كنف ربنا، نبقى في ظل عرش الرحمن، كل الحاجات دي. يعني الواحد لما بيبقى يشوف، انا عن نفسي يعني لما باجي اشوف اسمع او اصلي ورا شيخ من المشايخ مثلا تهجد او تراويح او كده، ويبكي الشيخ، انا ابكي لبكاء الشيخ وابكي لبكاء الامام، اقول يا ربي رجال وبيبكوا خشيه من الله. طب احنا يعني الواحد مثلا يقول ايه، احنا كنساء مثلا او اماء لله، يعني قلوبنا رهيفه شويه، حالنا بيبقى يعني نتأثر على طول، وعلى طول إيماناتنا تطلع وتنزل بنفس السرعة. لكن لما يبقى راجل ويبكي من خشية الله، بكاءه يهز القلب صراحة. فلما يقعد شيخ أو يقعد عبد من عباد الله: إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، ساعة ونص يقول كده فقط، زي مين؟ زي عمر. احنا عندنا ناس ورا بتتكلم، فانت يعني ايه، مش عايزه يطلعوا في البث، عايزه اقول لكم. انا هخلص اهو، اخلص وكلموا براحتكم، تمام؟ اسومه. ف عايزه اقول ان حال العبد، احنا كاماء او عباد او نساء، قلبنا رهيف. لما بنيجي نسمع لبكاء الشيخ او بكاء الرجال، قلبنا بيتاثر. احنا نبكي تمام، واحد انا عن نفسي اتقبل كده، لكن لما بيجي الشيخ او الامام في الصلاه يبكي، بيهز اركان المسجد كلها، ولو هو صادق مع ربنا. فلما يقعد ساعه ونص، زي مين؟ زي عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء. ايه اللي حصل؟ فضل ليله كامله يقول: فريق في الجنه وفريق في السعير. ليله كامله يقول كده: فريق في الجنه وفريق في السعير، يقرا فقط في صلاه القيام، لحد اما اذن الفجر يقول: يا رب انا من اي الفريقين؟ اللهم اجعلنا من الفريق الامن، اللهم امين. ان شاء الله باذن الله هحاول نعمل حلقات على اسم الله البر واسم الله الرحيم، من اجمل الاسماء، مع اسم الله الواسع، اسم الله الوهاب. الواحد صراحه من غير الاسماء ضايع، ولما بتيجي موقف ويمتلئ قلب العبد باسم من اسماء ربنا، او فعل من افعال، او صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى، بيزداد الايمان. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا ربانيين. ما هي الربانية إيه يا أخوات؟ الربانية ما هي إلا التخلق بصفات الرحمن، مجرد إن أنا أتخلق بصفة من صفات الرحمن، الرحمة، الكرم،
المغفرة، العفو عن الآخرين، كل الكلام ده أدعو الله سبحانه وتعالى يجعل لنا من أسمائه وصفاته القليل من الفهم. والله حتى القليل يغني، بس احنا طمعين عايزين الكثير، وما عند الله أوسع. يعني ندعي بقى: يا بر يا رحيم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. جزاكم الله خيرا.